مساء الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سالت أجواء شديدة الحرارة ومرهقة في الأجزاء الشرقية والجنوبية من المملكة. درجات الحرارة لامست 50 مئوي في بعض الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية وأيضا بعض الأجزاء من منطقة الإحساء. نستعرض الآن وإياكم التوقعات الجوية للمناطق السعودية ونبدأها بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء غالبا صافية مع 30 درجة مئوية، المحسوسة 29 رطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. تبوك 38 إلى 24 درجة مئوية، سكاكة 39 إلى 28، وعرعر طقس صافي 38 إلى 25 درجة مئوية. نذهب الآن غربا نحو المدينة المنورة 45 إلى 34 مع أجواء حارة. جدة 33 إلى 30 درجة مئوية، مكة المكرمة أجواء شديدة الحرارة أيضا 44 إلى 30 درجة مئوية، والطائف 35 إلى 25 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية الغربية حيث تشهد أجواء غير مستقرة، فرصة لزخات عديدة من الأمطار في أبها مع 32 إلى 20، نفس الأجواء في الباحة، أما جازان 38 إلى 31 درجة مئوية. نذهب الآن شرقا نحو الدمام، طقس حار 43 إلى 31، الإحساء أجواء شديدة الحرارة ومرهقة 48 إلى 30 درجة مئوية مع رياح نشطة وأترب مثارة، وحفر الباطن 45 إلى 30 درجة مئوية. أما بالنسبة للمنطقة الوسطى، الرياض رياح نشطة وأتربة مثارة مع 45 إلى 28، بريدة 44 إلى 29، وحائل 41 إلى 27 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.